بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح حاجة مهمة جدا اسمها يوزر مانجر. يوزر مانجر ده فين؟ في المايكروتك. يعني ايه؟ يعني احنا نقدر نعمل زي ودافون كده، مثلا كارت 3 ساعات، كارت ساعتين، ممكن يتكلم حد 120 دقيقة، حاجات بالشكل ده. ده اقدر احدده باليوزر مانجر كده. يعني انسى خالص الهوت سبوت، وانسى خالص البرود باند. كل ده اقدر، يعني زي ما يكون سيستم مساعد مع المايكروتك ان هو يعمل حاجات. ممكن حاجه بالساعات، حاجه بالدقائق. ممكن مثلا نعمل كارت 24 ساعه، مثلا العميل يقعد 24 ساعه بجنيه واحد. حاجه بتبقى ايه، بدل مثلا بعمل اشتراك ب 30 جنيه مثلا، ممكن احدد اليوم بجنيه مثلا. مشترك ممكن من المشتركين اللي هم الشبكه يكونوا عايزين ان هم يجوا مثلا زي ايه، يجي يوم في الاسبوع مثلا، بيخرجوا شقتهم يوم في الاسبوع، فبياخدوا الكارت ده. في حاجه بتبقى زياده منك انت، انها تظبط الشبكه، وحاجه بتجيب فلوس اكتر. طيب ازاي نعمل حاجه زي دي؟ في البدايه نفتح السيستم. وممكن حاجة تانية نعمل اليوزر مانجر، ونعمل له كروت خاصة بينا. دلوقتي السيستم بيفتح اهو، ونعمل كروت خاصة بينا. وتنسى خالص ان انت تلم على كل، تروح كل عميل وتلم اشتراكك او كده، خلاص الموضوع بينتهي خالص. ان انت مجرد انت تحط مثلا الكروت بتاعتك في محل او في اي حاجة وخلاص، والموضوع كله انتهى. طيب كده النسخة فتحت. طب اقدر اتحكم فيها منين؟ من الوين بوكس. وادي الوين بوكس، تمام، فتح الوين بوكس. دلوقتي ازاي اعمل اليوزر مانجر؟ يعمله من هنا طبعا. اعمل كل الاعدادات، ان اوت كل حاجه تمام كده. نخش الريديوس، نعمل اكونت عليه. طبعا احنا هنفتح اليوزر مانجر على ايه؟ على البرود باند والهوت سبوت، كفايه اول الاتنين دول. طيب هنا هنكتب 127.0.0.1، ونعمل هنا اي باسورد، اي باسورد بس تكون حافظه، لانك انت هتكتبه في مكان تاني. اي باسورد مثلا، ادي باسورد ده، تمام. وبعدين ابلاي، اوكي. هنيجي هنا الخطوه دي incoming، نعمل accept ونحفظ برضو الحاجه دي ابلاي، اوكي. خلاص كده الموضوع سهل لحد دلوقتي. طيب اي بي، هاخد الادرس ده كوبي، وبعدين هروح كده فونت، بالظبط كده. طب ده اهو كده دخل. اللي هو الاي بي بتاع الراوتر، اللي هو الان ده انا هاخده. هو كده اهو 192.168. هو طبعا الراوتر بتاعه 192.168.56.101. طب انا خدته هنا كده وفتحت على متصفح، وبعدين هاجي اعمل كده مكان دي، هكتب يوزر مين، تمام كده. عملت يوزر مين، تمام. نكتب ادمن وندخل، تمام. اليوزر نيم ادمن والباسورد مفيش اي حاجة. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة اليوزر، نعمل اد سوري الراوتر. اول حاجه ناخدها هي الراوتر، نعمل اد نيو الاسم، وليكتب ونكتب سولوتير او عالم الكمبيوتر. طيب الاي بي ادرس،
هو نفس الاي بي ادرس اللي انا كتبته اللي هو 127.0.0.1. طب الباسورد نفس الباسورد اللي انا كتبته، تمام، اللي انا كتبته قبل كده، تمام. ممكن اعلم على دي وممكن ما اعلمش عليه. طب الراديوس انكومينج ده، وان اكتب الرقم اللي انا جبته هنا اكتبه هنا اي بي سوري راديوس انكومينج ده، كوبي اروح هنا واكتبه كده. انا كل حاجة عملتها تمام كده، كل حاجة انا عملتها. ايه تاني؟ كاستمر ادمن، ممكن اغير الباسورد من هنا كده ادمن، خليه اي حاجة زي ما انتوا حابينه يعني. ممكن الاسم هنا ورقم سري براحتكم، اي حاجة براحتكم. كل حاجة كده ايه تمام. طيب دلوقتي نيجي للوقت الحاجة اللي احنا عايزين نعمل ايه. عايزين نعمل كروت وبروفايلات، الحاجات اللي ممكن احنا نستخدمها. طيب كروت نعمل ايه مثلا؟ اليوزر يوزر، نعمل اد وان، نقول له مثلا ايه اول حاجة يوزر اسمه كذا، وبعدين هنعمل له البروفايل. مفيش بروفايل، طيب يبقى انا لازم قبل ما اعمل اليوزر لازم اكون عامل بروفايل. يعني ايه بروفايل؟ يعني الكارت اللي انا هعمله ده هيقعد كام، قد ايه، شهر، سنة، ساعة، نص ساعة. طيب منين؟ من البروفايل. دخلت على البروفايل، ابتدي اول بروفايل وليكن بروفايل بجنيه وان باوند. هيبقى اسمه ايه العملة؟ وان باو جنيه، تمام. طيب ده هيقعد قد ايه؟ وان اتش ساعة، اور يعني اتش، من ايه؟ من دلوقتي ولا من اول ما العميل يحط الكارت؟ من اول ما العميل يحط الكارت، تمام. طيب بعدين المفروض هنا اكتب السعر وليكن السعر جنيه، تمام. طيب كده خلصنا؟ لا ما خلصناش، لازم احط بقى ايه هنا limitations، تمام. ده بيقول لك من اول يوم صفر يعني ال24 ساعة، مش متحدد له وقت معين، وال7 ايام في الاسبوع. طيب نيو، طب اسم البروفايل اللي هعمله ايه؟ وان باوند. لازم نعمل الخطوة دي كمان، يو معلش، تمام. قد ايه؟ 1 اتش. طيب دي ايه السرعة؟ ايه وليكن 256 كيلو على 512 كيلو، تمام كده. اعمل له ادت وبعدين اعمل له تاني ايه كده، خلاص كل حاجة. وبعدين اقول له سيف. كده العميل هيقعد ساعة واحدة اللي انا هحطه. طب اخش اليوزر تاني، ادت وان، بلاش وان، خلينا مثلا ايه هنعمل كمية من الكروت باتش، هم مثلا وليكن 10، لا 5 يا سيدي. إيه طول الطول؟ 6. الطول 3 والباسورد 3، وده هو بس اللي موجود. كام؟ 5 مشتركين هتحطهم، هو حطهم لك، هيقعدوا ساعة. طبعا عشان اطبع الكروت لازم نحط له ايه؟ ملف مثلا بجنيه وليكن. هعمل ايه؟ هعمل سيتنج. طبعا انا الخطوة دي لحد دلوقتي سهلة، ان عملت البروفايل خدته قد ايه والحاجات دي. مثلا عشان اعمل وليكن اخش على البروفايل تاني واحد جديد اهو،
هعمله مثلا سنة 365 دي مثلا، ولا شهر، معلش الشهر 30 دي، تمام. كل اللي انا هعمله نفس اللي انا عملته ده، الفرق الوحيد اللي هسمي هنا الاسم، انا كاتب 30 يوم هخلي 30 يوم اهو. طيب كنت عملته ساعة واحدة 1 اتش، طب اللي هو ده الوقت هيبقى ايه؟ 30 دي، لو انا عامله سنة 365 دي، لو انا عامله مثلا وليكن ساعة ونص، ساعة ونص اللي هتبقى 60 90 ام منت، وهكذا، واكتب نفس اللي انا عملته انا هعمله. طيب لو انا عايز مثلا ايه اعمل شكل الكروت بتاعتي، سيتنج بعد سنت دي، وبعدين وليكن عندي ملفات هنا مثلا، منهم ملف، وهقول لكم ازاي تعملوا الملفات دي بس في الفيديو الجاي ان شاء الله. في كروت وليكن هنا بجنيه، هاخد كوبي، وبعدين هعمل كده، اعمل واحد جديد واكتب عليه باون، تمام، وكرييت، وبعدين احط ده هنا بس، اعمل كده وبعدين سيف، تمام كده. اخش على اليوزر، نعمل ده 5 يوزرات اهم كده، اهي جا ظهرت لي هنا اهي، اعمل كده كده، يا ترى يا هلتر، شوف شوف الكارت كان تصميمه عامل ازاي. هنا كانت في صورة طبعا من عشان الكارت قديم فمش هتظهر، ولا نحاول نشوفها كده، لا مش هتظهر، بس ده هيبقى شكل الكارت، وهيبقى في حاجة فوق تقريبا. ده التصميم اهو كده. التصميمات ممكن نعملها، هتعملوها ازاي التصميمات، هعرفكم التصميمات ممكن تعملوها ازاي، ممكن تغيروها ازاي، ممكن هبعتلكوا تصميمات بحيث ان انتوا ايه تقدروا تعملوا فيها الحاجات دي كلها. خلاص لحد دلوقتي الموضوع سهل صح؟